السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بمتابعي اعزائي ديالنا، نتمنى تكونوا بخير على خير. جبنا لكم اليوم طبط المليح، نتمنى ديروا اشتراك القناة، يعني بركوا على البوطونة الحمراء باش يوصلكم ديما الجديد. واللي ما شريت نزه انتم شوفوا استاذ تبارك الله، اللهم بارك. الموبيليا السنتنية اول ولدة، يعني هالولد ديالها عجل عنده 20 يوم. هما كاينين جوج بقرات، هما بجوج تنيات، واحدة مازال ليها شوية باش تولد، يعني بضع كنظن جوج أسابيع. وهذه والدة عندها عجل عنده 20 يوم. شوفوا تبارك الله صيها زوينة، اللهم بارك. بالنسبة لمكان التواجد، يعني في النواحي تيدي بالنور، الرقم ديال صاحب يعني هاد البقرة صراحة داري لكم في العنوان كما كتشوفوه، يعني كيتسرى بالرقم 288 صاحب مول صاحب سلعة. وبالنسبة للناس اللي بغات تبيع السلعة ديالها، مرحبا بها، تواصل معنا. الرقم ديالنا في الواتساب هو 06 16 30 58 13. نعاود لكم الرقم ديال الناس اللي باغا تبيع سلعة، تصيفط ليا في الواتساب في الرقم ديال 06 16 30 58 13. هانتوما بالنسبة للثمن ديالهم، يعني طال فيهم 520 ألف الوحدة، هادي يعني اللي دارة، وكاينة الأخرى سلعة زوينة اللهم بارك، نقية وتنية. ونخليكم إلى حلقة قادمة.